حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر. ضمن زيارته الرسمية والرعوية الأولى إلى الأردن التقى قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأبناء رعيته القبطية في كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس للأقباط الأرثوذكس في العبدلي بحضور غبطة البطريرك فؤاد طوال والأساقفة والأباء الكهنة من الكنيسة القبطية والكنائس الرسولية والراهبات وشخصيات رسمية وعامة حيث وصف اللقاء بالتاريخي. وفي كلمة ترحيبية لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى عبر فيها عن عميق فرحه بحضور قداسة البابا طوادروس بين رعيته القبطية في الأردن وقدم شكره لجميع المسؤولين والأجهزة الأمنية على كل الجهود التي بذلوها خلال زيارة قداسة البابا. ومن هنا أود أن أشكر باسمي وبالنيابة عن كل الشعب القبطي الموجود في الأردن والشعب القبطي الموجود في كل العالم جلالة الملك عبد الله ابن الحسين الثاني على دعوته الكريمة والاستقبال والرعاية الحافلة التي قدمها للوفد برئاسة قداسة البابا. فنسأل الله أن يعطيه الصحة ويديم رعايته ويمتعه بالسلام والنجاح في كل خطواته. كما أود أن أشكر سمو الأمير غازي الممثل الشخصي لجلالة الملك والذي كان في استقبال قداسة البابا في المطار ورافقه حتى الفندق فنشكرهم على اهتمامهم ورعايتهم واستقبالهم الحافل. وفي كلمة لراعي الكنيسة القمص أنطونيو الصبحي قال فيها بيعجز اللسان أن يعبر ما يجيش به القلب في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ كنيستنا المصرية الأرثوذكسية في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن يا قداسة البابا محظوظين هنا في عمان لأن هذه الكنيسة البركة وشعبها البركة حظيت ب اثنين من الآباء البطاركة باباوات الكرسي المرقسي أن يأتوا إليها قداسة البابا شنودة الثالث واليوم نن هذه البركة الكبيرة والعظيمة بركة حضور قداستكم لهذه الكنيسة. نشكر الرب أولا وأخيرا على هذه البركة والنعمة وأهلا وسهلا بقداستك في كنيستك بين ولادك وبناتك اللي الجميع في كامل الشوق إنه يرى هالوجه البركة اللي كل من يتطلع إليه يرى فيه صفحات الكتاب المقدس. وقبل العظة الروحية التي قدمها قداسة البابا طوادروس تبادل عدد من الشخصيات الرسمية والكنسية دروعا تذكارية مع قداسته وقدم الأنبا أنطونيوس بالنيابة عن جميع الأباء الكهنة وأبناء الرعية هدية تذكارية لقداسته. ثم قدم كورال الكنيسة بقيادة الشماس بطرس القسم خائيل عددا من الترانيم شاركهم بها القمص أنطونيوس في مقطوعة خاصة كتبها وأهداها لقداسته. يا ابن إيسوس أحبك يا راعي النفوس حبيبي يا بابا طوادروس حبيبي يا بابا طوادروس في كلمة
كلمة لقداسة البابا توجه بها للحاضرين قال فيها: في أول مرة أجي أزور المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا صغير كنت أحب الجغرافيا وما زلت، فكنت أقرأ الخرائط كتير وأقول إمتى يجي يوم وأزور الأردن، وهو جه النهاردة. علشان كنت بقرأ عن الأردن في الجغرافيا وأقرأ عليها كمان في الكتاب المقدس، حيث أنها ذكرت مرات ومرات وفيها جغرافيا وفيها تاريخ يرتبط بأسفار الكتاب المقدس. أنا الحقيقة سعيد النهاردة، من أول ما وصلت في الصباح، أولا الرحلة قصيرة وقريبة جدا لمصر، وثانيا المحبة الفياضة اللي وجدتها مع كل الجميع اللي قابلتهم، سمو الأمير غازي الممثل الشخصي لجلالة الملك. الإنسان عندما يواجه ويقابل ربه بعد عمر طويل سيسأله سؤالا واحدا: كم كانت محبتك؟ فالمحبة التي في القلب هي العنوان، وهي التي يبحث عنها الله. وعبر أيضا قداسته عن سعادته بهذه الكنيسة التي يرعاها القمص أنطونيوس وجميع الكهنة فيها، وشكر أيضا جميع ممثلي الكنائس الرسولية في الأردن لحضورهم ومشاركتهم لقاءه مع الرعية. وفي ختام اللقاء بارك قداسته جميع الحاضرين وتبادل السلام معهم وسط مشاعر الفرح والحب. باسمة السمعان، نورسات، الأردن.